أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. اليوم 6/11/2021، عندي ما شاء الله اليوم فقسوا فرخين هذا هو العيش، فرخين فقسوا. أنا يعني طبعا دا أصور بس ما دا أشوف إيش دا أصور. هاي الأقفاص كلها اليوم أريد أبدل الأوراق، خليت لهم حمامات مع السبح، وتشوفون الكل سابحين، تشوفون المي مبين آثاره، ومنقعين البلابل. ما يهم حتى لو كان عندها أفراخ، اليوم فقسوا وخليت لهم مي تسبح الأم. الأم هو جسمها حار، تعطي رطوبة للأفراخ. كل البلابل سبحات، وهذا التفقيس تقريبا الشتوي، لأنه برا اليوم درجة الحرارة هسه الصبح كان الصفر. الشتاء بدأ عندنا، وهالسنة الله يستر من البرد، بيانا راح يصير برد قوي. العام كان البرد زين عندنا، مو ذاك الثلج هواي نزل. كلهم عندهم حمامات مع السبح سبحوا، وتشوفون بالأرض مبين المي آثاره. هذول الاثنين بعدهم ما سبحوا. بختام هذا المقطع أعزائي، هذول الكناريا البندوق الكبير والفرخ مبين، هذا سابح، هذا المي مبين ناقص شوية هم أيضا سابح، وعندي هنا زوجين بلابل. ختام هذا المقطع، أتمنى لجميع متابعي ومشاهدي قناتي الكرام الصحة والسلامة، وإلى لقاء في مقطع آخر إن شاء الله.